واجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي الجنرال قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستاني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى جمهورية باكستان الإسلامية. وخلال الاجتماع عبر معالي وزير الخارجية عن ارتياحه لمسار العلاقات القوية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، مؤكدا الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة، منوها معالي إلى أن استمرار التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا مما يعزز مصالح البلدين ويدعم مساعيهما الرامية لصون أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة التي تتطلب عملا جماعيا فاعلا. من جانبه عبر معالي الجنرال قمر جاويد باجوا عن اعتزاز جمهورية باكستان الإسلامية بما يربطها من علاقات متميزة مع مملكة البحرين، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة تعكس ما تمثله هذه العلاقات من أهمية كبيرة للبلدين وما يتوفر لها من إمكانيات وفرص كبيرة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء. وخلال الاجتماع تم بحث أهم القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.